السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناؤنا الطلاب، طلاب المستوى الثاني هندسة نفط وغاز. في موضوع أو مقرر بتروليوم جيوفيزيكس سبق وأن أخذنا تقريبا 4 محاضرات، وكان أول المحاضرات فيها يعني بشكل سريع كذا ما نتطرق لها، يعني ما هي الجيوفيزياء وتعريفاتها ومفاهيمها، أقسام علم الجيوفيزياء، الجيوفيزياء التطبيقية، الاستخدامات للطرق الجيوفيزيائية، ما هي الآليات الخاصة بالمسح الجيوفيزيائي، الطرق الجيوفيزيائية، واستخدامات كل منها، الآليات كمان، الفرق بين الجيوفيزياء والجيولوجيا وعلاقتها، الخواص الفيزيائية والجيوفيزيائية بالضبط. وأخذنا يعني طريقتين يعني بشكل يعني نسبيا يعني مفصل، منها الطريقة الجيوفيزيائية المغناطيسية وما هي استخداماتها، ما هي المجالات القياس، ما هي الآليات اللي تستخدم، المعدات والأجهزة وحدات القياس كمان، ولماذا تستخدم هذه الطريقة. الطريقة الأخرى اللي برضو نستخدمها في البحث عن النفط هي الطريقة التثاقلية أو الجرافيتي. نفس الكلام يعني متى تاريخها، يعني مثلا تاريخ هذه الطريقة، أجهزة القياس المستخدمة، يعني ما هي الأهداف من استخدام الطريقة التثاقلية هذه، ووحدات القياس والمجال الجذبي. كما تطرقنا إلى المقدمة حول الطريقة الزلزالية، وتعرفنا على يعني طريقتين للطرق الزلزالية اللي هي الطريقة الانكسارية والطريقة الانعكاسية، ويعني عرفنا ايش الفرق بين تلك الطريقتين، ويعني اكثر استخداما في المجال المغناطيسي، المجال النفطي يعني اللي هي الطريقة الزلزالية الانعكاسية. اليوم هذا موضوعنا اليوم هي اللي هو the seismic waves and its propagation. هذه المحاضرة الخامسة طبعا كما تلاحظون هنا في هذا السلايد. إذا المحتوى العلمي لها هي اللي هو يقول هنا classification of waves to body and surface waves. إذا أول خاصية أو أول بند للمحتوى هو تصنيف الموجات إلى نوعين، يعني اللي هو البادي والسيرفيس، اللي هي الجسيمات يسمونها الموجات الجسمية اللي تنتشر يعني في جسم الأرض، والموجات السطحية بناخذها إن شاء الله ونتطرق لها. النقطة الثانية اللي هو direction of wave propagation and their particles motion، إذا اتجاهات انتشار الموجات الزلزالية مع حركة الجسيمات الخاصة بالمحيط أو الوسط. بعدين ثلاثة، relation between wave velocity and elastic models. إن شاء الله نحن بنتطرق سريعا على كل من هذه المواضيع. وأول شيء من هذا هو seismic wave. seismic waves waves a remainder. طبعا يعني انتم سبق ودرستم يعني بشكل يعني سريع في الفيزياء والفيزياء الصوت وفيزياء الاضواء وغيره من هذا، الموجات، ودرستم هذه الموجات. اذا ما المقصود بالموجات الزلزالية، وكيف تنتشر هذه الموجات، وكيف نعرف يعني الخصائص الخاصة بها. طيب إذا الموجات، ما هي الموجات مثلا، يعني فرضا نحن لو فكرنا في هذه الموجة وكيف تعمل الموجة،
وهذا. فلو ضربنا مثل مثلا، أخذنا حجرة بسيطة ورميناها في بركة ماء، ولاحظنا كيف ستبدأ الموجات بالانتشار على سطح هذه البركة، وبتنتشر على شكل حلقات. إذن لو أخذنا مقطعا عرضيا لهذه الحلقات فرضا، وأوقفنا الزمن كما هو ملاحظ هنا مثلا، شوف هنا في هذا اللي اسمه المسار، فهنا يعني معانا موجة انتشرت، ففيها مثلا مسافات، يعني تمشي بمسافات وهكذا، فهذه الحلقات هي عبارة عن زمن، ولها مسمى يسمونه المسافة بين يعني القمم والقواعد. إذا القمم والقواعد لهذه الموجات أو هذا القطاع هي طبعا تسمى الطول الموجي، وتعرف عادة المسافات بين خط الانتشار للموجات وقمة الموجة وقاعها بالسعة. إذا يعني في معنى الامبليتود اللي هو المدى وارتفاع الموجة، وفي معنى اللي هو الويف لينث اللي هو اللي يسمونه الطول الموجي، الطول ليش الموجي. طبعا في مسميات أخرى اللي هو يسمونه التردد والحركة الاهتزاز بالإضافة إلى الاهتزازات الكاملة، سعة الاهتزاز، التردد، الهيرتز مثلا وحدات قياس التردد، بعدين الزمن الدوري وغيره. طبعا يعني هذه بان ان شاء الله بناخذها، يعني موجودة هنا في امامنا، موجودة هذه كلها المسميات موجودة هنا. اذا نشوف السلايد الرابع هذا اللي هو تايب اوف سايزميك ويفز. تايب اوف سايزميك ويفز، اذا ما هي انواع الموجات الزلزالية؟ ما هي انواع الموجات الزلزالية؟ يقول هنا تنقسم الموجات السيزمية إلى قسمين، تنقسم الموجات الزلزالية إلى قسمين، تسمى أول نوع منها أو القسم الأول الموجات الجسمية، الموجات الجسمية اللي تسمى body waves. إذن كيف تنتشر هذه؟ كيف تنتشر في الوسط؟ وما هي خصائصها؟ إن شاء الله نحن بناخذ هذه بالتدريج. إذا الموجات الجسمية، هذه الموجات تسري في باطن الأرض لأن جسمية. نحن نعلم طبعا أو نعرف أن الموجات تنطلق بسرعة ثابتة ما لم تتغير معاملات المرونة. عارف أن نحن أخذنا المحاضرة السابقة معاملات المرونة وهي أربعة. طبعا يعني إذا ما هي معاملات المرونة لو شفناها كذا بشكل سريع؟ ممكن نلاحظ هنا ما هي معاملات المرونة. إذا معاملات المرونة اللي هي يسمونه إيليستيك بارامتس، لو رجعنا مثلا المحاضرة السابقة، فأول نوع من هذه المعاملات اللي هو يانجز موديل، اثنين بعدين بوسون راشو نسبة بوسون، بعدين ثلاثة شير مودلز اللي هو الموديلات القصية، بعدين بولك مودلز المعاملات الحجمية وغيرها. إذا يعني هذه المعاملات الأساسية الأربعة، إذا لها علاقة بالليش؟ ب سريان الموجات، سريان الموجات. طيب إذا نواصل. إذا ما هي قلنا البادي ويفز؟ إذا نقول هي الموجات التي تسري في باطن الأرض وتنطلق بسرعة ثابتة ما لم تتغير معاملات المرونة للوسط الذي تسري فيه، كما أنها تنتشر في جميع الاتجاهات بعيدا عن المصدر. أكيد يعني أنه الموجة، أي موجة مثلا صوتية، موجة ضوئية، موجة هذه تنتشر بعيدا يعني عن المصدر. ولذلك يمكن أن نستنتج أن الموجات السيزمية عند أي لحظة تعطي شكلا كرويا عند انتشارها في وسط متجانس الهوموجنياس، هذا دائما تعطي شكل ايش يعني تقريبا شبه كروي. طيب اذا هذه الموجات الجسمية تنقسم الى قسمين، مهم جدا هذا، مهم جدا يا شباب. الموجات الجسمية تنقسم الى قسمين، اول شيء اللي تسمى body wave it is of two types. اول واحد A مثلا هنا مقسم A، تسمى primary، بعدين longitudinal compression
أو الروتيشنال، ويرمز لها ب بي ويف. طبعا المسميات هذا بريمري لونجيتودنال كومبريشن الروتيشن، هذا مسمى واحد، هو اسمها كذا واحد. في بعض المراجع يسمون يحبوها الكتب انه بريمري، في بعض الاخرين يعني يكتبوا مثلا لونجيتودنال، اخرين يكتبوا كذا كذا وهكذا. اذا نحن اهم شيء نعرف ان هذا يتسمى بريمري لانها تصل من اول الموجات التي تصل الى المسجلات او السماعات الارضيه او الجوفونات. طيب نشوف، فيقول من خصائص هذه الموجات الاي هذا، اذا the first wave received to the record، اذا هي اول موجات اللي بتسجل في الايش قلنا الجوفونات او الهيدروفونات مثلا في البحر وغيرها. تمام. اذا ثانيا the motion of the particles in the direction of the wave propagation، اذا انتشاء يعني حركة الجسيمات تنتشر او تتحرك في اتجاه انتشار الايش الموجة. اوكي. ثالثا the particles are in state of condensation and rarefaction. بما معنى انه هذه الموجات يعني تنتشر او تكون بشكل تضاغطي وتوسعي، تضاغط وتوسع وهكذا تستمر الموجة. ان شاء الله نحن لاحقنا بنشوف يعني هذا ممثل يعني بشكل كذا سريع مبسط كيف تتحرك هذه الموجات. اذا النقطة الرابعة من الخصائص هذه الموجات propagate in both solid and liquid media، هذا النقطة مهمة جدا، إن هذه الموجات تنتشر في الوسط الصلب والوسط السائل. إذا ممكن نحن نستخدم مثلا هذه الطريقة أو هذه الموجات عندما نشتغل مثلا في البر، ويمكن استخدام هذه برضو الموجات اللي هو الموجات الأولية أو الموجات الطولية أو الموجات اللي الروتيشنال هذه أو بي ويف، نستخدمها أو نستفيد منها عند العمل في المياه وعند العمل في اليابسة. اوكي، اذا نشوف النوع الثاني من البادي ويف.